مانتا سي دغالكي اوغو هريي وخو غوينا وا كو غولايسناي او حسن شيخ يا موسى بيخي يو اسماعيل عمر جيلي كودلدي نوعاس او اسكو خريت دغالكودي مانتا غرو وينو كغا ادكان خيليدا او ادق او ان سو ماري كرا وييه خيليغانو كلا وحين وباهناي سوليداريتي ميدنيمينو وباهناي يونيتي هدي waxaan isleeyahay wixii dhacay waxaan u baahanahay in baaris buuxda oo madax banaan in lagu sameeyo بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين إنا لله وإنا إليه راجعون أن شعب وينها بونتلاند خاصة شعب كا أن رير نوغاليد يرير قروي آد إيا آد أيان وحما هي وحيد عاي مانتا رونا هانتي وحان فيلن إن إساس وليح كران ما أنا يهين أن واهين تهون كا يو نغرتا نلو مليغ يو مرولبا أن وحبها سو جري جري شرقنت هذا إنه مغلني وحيابو ديدكشنس إنه كسمين كرني باجري أو إنه وحكلا بيكري أن لكن سيدا أي واحد عن مرة وحنو فدينا ماهين اسمعنا لهين إن مجال هذا يدي يقول هذا بدنيت عاصمة دي أن دولة بونتلان عاصمة أمد الصومالية أي مانتا حبدي كدا عيسى أن أدي هذا حلو وحما ذويه أن وحنا رنتا يدا وجا تعسين يا جودهان شعب كرير بونتلان أن خاصة شعب كرير نوغالي دي رير قروي أن شعب كوحنا ليا هاي أن إزدجية إن شاء الله تعالى وحلي قاد قامها يسقف صن الله هيدن وحلي جي مجرن يساي نبرة حق درة إذا كنا عاي داو على دي مشاد على بربر كلا إيه خسارها أي نو كنا صبور لهين أن إسلام مركزنا أي نو أن إسك كاشن لهين وقامها ينسقف صن لهين عندما دعالمي لبده عندما هو عندما ضيدي إن دعوة يدي مشهد إن لبده بوا وكتعسيني إن شعبك وحن ليه هاي إن دعوة إسبتال الذي نوجي أو إنه ضيعنه إن دي مشهدنا وأصلا إن وأنا وتعسيني عندما دبنتنا غيبه ذكر دون ما جرنا يساي هالكاس إن دي مشهد حق درة ذيك سو قادي وحي أنت أقدم بيا هذه محكمة أيضا يو كوماند استراكشر بين أولنا هاي عيدم دراويش عيدم كلا دون يجانو ديني يا إنتو وحي كذا بيا وحي ديسبليننا وحي أريمه كنت حلقة إن شعب كوحن ليا هاي إن أيه سوغر منه أو شعب كيا جا أيه مجرن إساي إن أنت دبته وقادي إن مسكحيا إيو أنت فيزيكالي دوا مرتي أي دعوة وطابتي أما إن دمشق إن الله وإن الله راجعون حن لنا هاي دمشق أنا إنه وضع غير ذميت كإنه وضع أصلا أن وحي داو عن إسبتالة أنه وذا جيسن ديغة هلا إسو شبو أو أنه ديغة مقرر إسا كنتريبيت غرينو أو بيحنو تطكيغا إنو سينو إذن إيو رايدبا أن وحي إنتا كدام بيانا شعب كرير بونتلان ولو دبو حلو يغيني دولة نمذا إنو يغلي هاي دولة نمذا إن نظامكا أن أينو إلا شنو وعلا إنو كسو رحلو مانا إيا يان لينو كفايديسن عدو سن إنو كفايديسن dagaalo aad ogeydeen baayna ku furan oo dagaaladii in Soomaaliyeenaga yayn baayna ku furan magaalada Lascaanood ee dagaal dhinaca federaalka oo Hassan Sheikh iyo baayna ku furan dagaalo waxa inuu ku furan xiriir ah maanta si dagaalkii ugu horeeyay wuxuu gaweynaa waa ku guuleysanay oo Hassan Sheikh iyo Muuse Biixi iyo Ismaaciil Umar Geelle kudladii noocaas oo isku xireed dagaalkoodii maanta garow weyn ku gaadkaan waana ka adkaan doonaa insha Allah ta'ala shacabku taa ogaado sida kalena aynu isu saburro isuna dulqaadan marka in qoysaska sida gaarka ah ee dhimashadu ay u taabatay waa waa tacsiinaya inna lillahi wa inna ilayhi raji'un baan leeyahay ku sabura insha Allah ta'ala wax qoran bay ahayd in wax aan cidna baajin karin bay ahayd inaga oo qoran imtixaanadka inuu mareyno ay ka mid tahay shacabka reer Puntland xilli la tijaabinayo weeye xilliyada uu adag oo ina soo mari kara weeye xilligan oo kale waxaan u baahanahay solidarity midnimayna u baahanahay unity inaynu garbaha isqabsano gacmaha isqabsano isgarab istaagno baynu u baahanahay أن مقرن إسائي أن الدولة دا وحان مقرن إسائي لا يهي وان تلقو سينا إياه إن دقن دولية أو صحة أو دبا إن اللطي ما دو حق شرعيغا حق ديقناشها حق إسحا كما إنت رسترينتيغا إن إنتوا مقرن إسائي عن إن سراكيش عيدة مادا إيو مقرن إسائي مدحة الدولة دبا إن عن سيحاناق يعيلقبا عن وحبا لوغيسن لكن مسؤولية سيد دولة نماء إن وحوال بلو معمولو ayaan ku talinaya ismada waxaan leeyahay markan waa waa in la soo gaaray xilligi waxyaabaha qaar kood aad si fiican u fiirin kari lahaydeen insha Allah ta'ala
maanta idinka waxa la idinka baahanyahay inaad nidaamka dawliga iyo dawladnimada isgarab taagtaan baarlamaanka waxaan leeyahay hawla idin yaala hawlihiina si mas'uuliyadda u guta hadee waxaan isleeyahay wixii dhacay waxaan u baahanahay in baaris buuxda oo madax banaan in lagu sameeyo cidii markaasi khald yeelatana khaldkeeda in sharciga lala tiigsado oo sharciga la horkeeno laakiin Puntland waa dawlad waa dad dhaqan leh diin leh ان البحرين له ان له ما غرانيساي اسمقل احترام يو ان اسحرمين له ان شاء الله تعالى ان وحينو مانتا اينو مكابسننا اما عسكرنا ان دقنكي البحرينمدا اها دولتنمدا لها ان وناغا اها ادكا او اينو لهين وحيابها كان يو كا ادق بو اينو سومري كران حالده نوعان وكلا امرك يمادان مر ولبا يونيتي امبورتنت هي ادي اد وها مهم هو midnimada iyo inaynu ana solidarity aynu lahaano aan khayr badan baan idin rajaynayaa dardaarkaas ee rabiyaan shirka Puntland u jeediyo iyo tacsiintaas ana reer garoona waxaan leeyahay si gaar ah inaad u sabuurtaan baad u baahan tihiin in nabarro iyo dakhro aad adag ba maanta ina gaaray marka inaan ku sabuurno insha Allah ta'ala ad adeegna aynu ka qaadno iyo dawlad jacayl iyo wanaag inaynu ka qaadno isuna garowno isuna maaratay aynu isuna sabuurno dhaawac yaga iyo dhimashada intaba aynu maaratay aynu asturano ayaan u baahanahay insha Allah ta'ala marka khayr badan baad rajaynay assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh ma ogtahay macamil in bangiga Salaam Bank uu gaar leeyahay adigoo aan tagin xarumaha Salaam Bank inaad lacag dhigan kartid bangiga adaba macmiil si aad akoonkaaga lacag u dhigatid falna raac tilmaamaha soo socda garaa xidig 886 xidig akoonkaaga bangiga Salaam xidig lacagta aad direyso kadibna afar gees ku qor macluumaadkaaga faahfaahinta lacagta aad dhigaysid si aad u hesho tixraac geli lambar sirreedkaaga sahalka si aad u dhigatid lacagta ما ogtahay in shirkadda Golis ay ku keentay internetka ugu xawaaraha sareeya dalka iyadoo macaamiisheeda u diyaarisay 3 fiber cable kaas oo gabi ahaanba meesha ka saaraya in marna aanu ka goyn internetka shirkadda Golis waxa ay diyaar ku tahay in ay ku geliso gurigaaga xafiiskaaga iyo meheradahaaga kala duwan garaa 881 oo hadda dalbo internetka ha qabtira baahiyahaaga internet adduunkana aad kula xiriirtid mar walba